أحييكم من جديد. رئيس الجمهورية نوه بأهمية السياحة بنشر الثقافات واطلع على توصيات المؤتمر الأرثوذكسي الذي طلب بإعادة النظر بتوزيع وظائف الفئة الأولى. الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان منذ تولي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون السلطة ساهم في إطلاق العنان لعجلة العمل السياحي، فكان عقد ملتقى أوريكا السياحي الذي يشارك فيه ممثلون عن دول عربية وأوروبية، ومن هنا كان اللقاء مع رئيس الجمهورية بحضور وزير السياحة أواديس كيدانيا. أثنى أمامهم الرئيس عون على عملهم الذي يشكل واحدا من العناصر المهمة في نجاح القطاع السياحي، معتبرا أنهم سفراء لتقريب الناس من بعضهم البعض وخلق الصداقات بدلا من تشجيع المخدرات والحروب والكراهية. سياسيا التقى الرئيس عون رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة، وأشار الوزير الخازن إلى أن البحث تناول أيضا الاستحقاقات المهمة التي يقبل عليها لبنان في مؤتمري باريس لمساعدته على النهوض اقتصاديا، وبروكسل للبحث في قضية النزوح السوري وكيفية رفع العبء عن لبنان، إضافة إلى مشاركة الرئيس عون في مؤتمر القمة العربية الذي يعقد في الرياض أواسط نيسان المقبل. وأشاد الوزير الخازن بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في تعميق روح المصالحة والتعاون الإيجابي مع القيادات اللبنانية لتعزيز وحدة الموقف في كل القضايا التي تعني مصلحة لبنان. وفي القصر الجمهوري وفد من المجلس الأرثوذكسي اللبناني أطلع رئيس الجمهورية على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأرثوذكسي الأول، توصيات أكدت أن الشراكة الوطنية تحقق المواطنة الحقيقية والتعايش بين كل أبناء الطوائف، داعية إلى إعادة النظر بتوزيع وظائف الفئة الأولى وما يعادلها في التعيينات القضائية والعسكرية والتربوية، على أن يعطى لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس الموقع الرابع من حيث الأهمية في كل من هذه القطاعات.